القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. احتشد آلاف السوريين في باب توما دعما لبرنامج الإصلاح الوطني واستنكارا لأعمال التخريب التي تجري في سوريا يوم الجمعة. الله يحمي سوريا. خرج المصلون في جامع آمنة في حلب بعد صلاة الجمعة واحتشدوا في شوارع المدينة ليعبروا في مسيرة عفوية عن دعمهم لبرنامج الإصلاح الوطني في رد مباشر على القنوات التي أصرت على الإساءة للمحافظة. اليوم والله صلينا بجامع آمنة واليوم هو 1/7 وانتفض بركان بحلب، بركان بيقول بالراح بدمنا فيك يا بشار، ونحن كلاتنا أولاد سوريا والإصلاحات جاية يا شباب والإصلاحات جاية وبإذن الله سوريا بخير. الإعلام كلياته كاذب، الإعلام كله كاذب، الإعلام بده يدمر سوريا، ديروا بالكم يا شباب، الجزيرة خنزيرة والعربية كذابة. نحن صلينا جميعا بحلب الشباب في جامع آمنة والحمد لله رب العالمين، لا يذكر شيء، بس أنا بقول لناكرين الود أعداء هذه الأمة، لنا مقولة في مدينة حلب، لنا مقولة في مدينة حلب الشهباء: سهل علينا أن نقع من قمم الجبال وصعب علينا أن نقع من عيون الرجال. نحن كلياتنا مع بشار، أهل حلب، عشائر حلب كلياتنا مع بشار. نحن اليوم تاريخ 1/7/2011 صلينا بجامع آمنة وكلياتنا رجال الأسد، رجال بشار الأسد. صلينا نحن اليوم بجامع آمنة، بجامع آمنة اليوم 1/7 وكلياتنا مع بشار الأسد، وروحنا فداك يا بشار. هذا المشهد لم يردع القنوات عن إصرارها على الإساءة لجماهير حلب الشهباء، فاندفع الآلاف إلى الشوارع دعما لبرنامج الإصلاح وحبا للوطن. Yeah.
رفع الألف من أبناء محافظة السويداء خلال مسيرة جماهيرية حاشدة في بلدة القرية معقل قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش العلم العربي السوري بطول 1700 متر تعبيرا عن حبهم ووفائهم للوطن ودعما لبرنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده السيد الرئيس بشار الأسد. امتد العلم من أمام صرح شهداء الثورة السورية الكبرى وصولا إلى المدخل الشمالي للبلدة حيث ردد المشاركون الذين يمثلون مختلف الفعاليات الشعبية والأهلية والاجتماعية والنقابية الهتافات الوطنية التي أكدت على تعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف النيل من سوريا ومواقفها الوطنية والقومية وأمنها واستقرارها ومنعتها وقوتها. هذا يوم وطني، يوم قومي من بلد القرية، بلد الثوار، بلد قيادة الثورة. سوريا ما بتخون، شعبها مسائر. من كل المندسين ومن خريبين ان الشعب السوري هو الحر، بعلم الدول الغربية والأوروبية كلها ان الحرية عند سوريا. هذه كلمة صادقة من محافظة السويداء برفع علم الوطن من هذه المحافظة التي انجبت الثوار وقائدهم سلطان باشا الأطرش. السويداء هي صرخة قوية بإذن الله، وبعد ما قال رئيسنا بشار الأسد سوريا بخير ما في حكي ثاني. نقول اليوم هذا العلم سيبقى مستقلا يرفرف في سماء سوريا بكل أطياف الشعب السوري. نقول اليوم نعم للإصلاح تحت سقف الوطن، نعم لشراكة الجميع في بناء هذا الوطن، لا لكل التدخلات الخارجية. أنا بدي أحكي ما مش قادر أحكي، لا الكلمات ولا الجمل بتعبر. أنا من الجزائر، متجوز من 40 سنة بلد سلطان، ولادي وإخواتي في هذا الوطن، والله يرحم الشهداء. شباب الجبل الأشم الذي مثل عبر تاريخ بلادنا الطويل كل آيات الإباء خطوا اليوم صفحة من صفحات العزة والكرامة واللحمة الوطنية وردوا على كل من يحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب السوري مجددين إيمانهم أن راية الوطن ستبقى خفاقة شامخة. حاولوا أن ينالوا من وحدتنا ومحبتنا لوطننا، فوجدوا أن كل مدينة وقرية تتنافس على صنع العلم الأكبر تعبيرا منها على محبتها لوطنها وعلمها. ومن هذا المشهد نرى أن اليوم سوريا هي أقوى. جعفر أحمد، التلفزيون العربي السوري من محافظة السويداء بلدة القرية. عبر الألاف من الفعاليات الأهلية والشعبية والدينية بقرية حضر بمحافظة القنيطرة عن رفضهم للمؤامرات التي تستهدف سوريا وعن عمق انتمائهم لوطنهم الغالي، وقاموا برفع العامل الوطني على الأيدي الذي وصل طوله إلى 250 مترا وعرضه إلى 3 أمتار. شهدت قرية حضر المتربي على سفوح جبل الشيخ مسيرة وطنية وشعبية حاشدة، وحمل المشاركون العلم الوطني الذي يزيد طوله عن 250 مترا وجالوا فيه أحياء القرية مرددين الهتافات والشعارات الوطنية التي تنادي بالوحدة الوطنية والسير في مسيرة الإصلاح، مسيرة التنمية، مسيرة البناء والتحرير. كما تشاهدون هي تعبر عن اللحمة الوطنية، وأؤكد على اللحمة الوطنية التي تجمعنا في هذا البلد الحبيب. سوريا مهد للعزة والكرامة، وسوريا موطن العروبة. حابين نحكي كلمة يا سيادة الرئيس، نقول له كلنا شعب واحد معه وشباب وشعب واحد وكله قلب واحد مع الرئيس، ونحن ضد الفتنة. قائدنا واحد، سوريا واحدة، ويد واحدة، كلها ايد واحدة بإذن الله. ما في يد غريبة إلا عنا أي شيء. نحن وقائدنا ايد واحدة، وسوريا ايد واحدة، بلد واحدة. جينا نثبت للعالم أنه الشعب السوري واحد وما راح حدا يقدر يفرق بينه. نحن كنا شعب واحد في سوريا، ونحن كنا أخوة، وكنا لا للطائفية ولا للتخريب. الرئيس واعد بالإصلاحات وراح ينفذها، ونحن مش مع السيد الرئيس بكل ما عنا. نحن مع السيد الرئيس، بنبدي بدمنا وبنبدي برواحنا، ونحن بنبدي الوطن، ونحن ابناء الجولين. صرنا خداعه من الناظر، من شان نحرر راح نضل الناظر، وسوريا باذن الله راح تضل قويه، والجولين راح يرجع باذن الله بسياده الرئيس بشار الاسد. لا للطائفيه ولا للعسره، نحن شعب واحد، شعب سوري، ونحن ان شاء الله ننتصر على الخداعه وعلى الخونه ان شاء الله. ابو حفيظ، ابو حفيظ، ابو حفيظ.
فعالية شعبية وثقافية في محافظة طرطوس تندد بالتدخل الخارجي بشؤون سوريا الداخلية وتدعو إلى احترام إرادة الشعب السوري في تأييده لمسيرة الإصلاح الشامل. تواصل فعاليات محافظة طرطوس الشعبية اتصاماتها التضامنية مع صمود سوريا ضد المؤامرة الخارجية، رافعة شعارها لا للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، نعم للإصلاح تحت سقف الوطن. المفروض كل شرائح الشعب توزع، كل واحد يعمل يكون محارب بالمحل اللي هو فيه. نحن المحامين ضد التدخلات اللي عم بتصير، التدخلات الأجنبية السافرة بحقوقنا، وآخرتها العقوبات الأمريكية اللي انفرضت علينا، اللي هي عقوبات ما إلها أي تأثير، بس هي نوع من الضغط السياسي فقط. لأنه إذا بدنا نجي لتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، هو بيمنع أي تدخل في الشؤون الدولية لأي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبالتالي أمريكا التي تنادي بالخضوع لخيمة الأمم المتحدة هي أول من ينتهك ميثاق الأمم المتحدة. سوريا مهما اشتدت المؤامرات ومهما بلغت التضحيات ستنتصر طالما لديها شعب كالشعب العربي السوري وقائد حكيم كالرئيس بشار الأسد. نحن نؤيد وندعم بقوة مسير الإصلاح الشامل التي يقودها سيادة الرئيس بشار الأسد. نحن ما نصبنا أحد أبدا كوكيل عنا حتى يحكي باسم السوريين. لن نسمح للغربان ولا للذئاب أن تنال من جسد سوريا الطاهر. نحن خلف القائد الدكتور السيد رئيس بشار حافظ الأسد. في ساحة متحف طرطوس الوطني اجتمع المئات من أبناء المحافظة، محامين وحقوقيين، مهندسين وفلاحين وتجار، على المطالبة باحترام إرادة الشعب السوري بفئاته وأطيافه المختلفة في تأييده لمسيرة الإصلاح الشامل، مدفوعين بحب الوطن والانتماء له. اجتمعوا ليؤكدوا تمسكهم بوحدتهم الوطنية ككل أبناء سوريا، معلنين في كل يوم عبر مسيراتهم الحاشدة المؤيدة لبرنامج الإصلاح الشامل والاعتصامات المنددة للتدخل الخارجي السافر، أن سوريا قوية منيعة صامدة في وجه كل المتآمرين والخونة. أهالي مدينة دارية في ريف دمشق خرجوا في مسيرة حاشدة تأييدا لبرنامج الإصلاح الوطني. هدول أهل العزة، هدول أحباء السيد الرئيس، هدول يلي بينتموا للوطنية وللعروبة. نحن أهالي دارية وأهالي سوريا، ما في دارية، سوريا كلياتنا 23 مليون مع القائد بشار الأسد. بنقول لهالمؤامرة اللي عم تجي على سوريا كفاكن عاد، في مؤتمر حوار وطني، ونحن مسؤولين عن هالبلد. نحن الله ما بيريد يخرب بلدنا. مع الوحدة الوطنية، مع الحوار، ضد الخراب، ضد المظاهرات الهدامة. حبيبنا بشار، هراء هراء، حبيبنا بشار، هراء هراء. وعي السوريين لما يستهدف وطنهم يعرب مخططات المتآمرين ويفوت عليهم أي فرصة للنيل من وحدتهم الوطنية التي باتت العلامة المميزة للمجتمع السوري. من خلال الحوارات، من خلال اللقاءات، من خلال تلاحم الشعب الواحد مع بعضه، أكيد رح تكون منيعة. كشعب سوري أول شيء الفتنة انكشفت بالنسبة للدول الغربية والدول الأوروبية، وخاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا، عم يحاولوا يستعيدوا هن أمجادهم الماضية بالاستعمار القديم للسيطرة على ثروات هالمنطقة كلياتها، وللسيطرة كمان لحماية أمن إسرائيل. ما حدا بيحب التخريب، أكيد وطننا غالي على قلبنا ونتمنى له كل خير يعني، وإن شاء الله نكون كلياتنا واعيين يعني لهالموضوع، وما نسمح لحدا انه يخرب. نتمنى نعيش كل اطياف المجتمع بلحمة وطنية حقيقية، ونكون عايشين بمستوى عالي من التفاهم، ونكون بمستوى حضاري واخلاقي، نعيش ونتماسك مع بعضنا، لا بدنا الغرب يتدخل فينا ولا بدنا حدا يتدخل فينا. احنا بهالمرحلة هي يعني بالذات تحديدا لازم نكون ايد واحدة يعني، ويعني كل الشعب لازم هلا يعني كلياتنا نكون ايد واحدة، وضد اي احنا تخريب طبعا، وضد اي تدخل خارجي اكيد يعني. امتى ما كنا عم نحب بعض وايد وحده ومهتمين انه دائما الثغرات نسكرها مشان ما نخلي اي يعني حدا او متآمر يدخل عن طريقها لنا،
في معادلة أي زعزعة على استقرار سوريا بالشكل السلبي هو في شيء إيجابي لإسرائيل يعني بشكل أو بآخر، وفي شيء فائدة لعملاء إسرائيل، وهذا الشيء هلا عم توضح بالصحف البريطانية والأمريكية، يعني صاروا يعترفوا يعني عينك عينك.